أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على توطيد علاقاتها مع إستونيا والارتقاء بها لآفاق أرحب في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإستوني ألاركاريس، حيث أكد الرئيس السيسي توافق الرؤى حول تكثيف العمل المشترك بين البلدين الصديقين. إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس كاريس أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، فضلاً عن رغبتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس على اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لاستشراف فرص التعاون، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية، أسوة بالتعاون المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي تحظى فيه إستونيا بخبرات متميزة. كان هناك توافق أيضاً خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفع اللازم للعلاقات في مختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة، ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون الثلاثي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف. وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم إستونيا الصديقة للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.